أحبتي أختي مريم رجوي رئيسة إيران، إخواني أخواتي في المقاومة الإيرانية، أصدقائي، أتيتكم من بلد إن أودنا أن نعرفه اليوم فمصيرنا واحد، هذا البلد اسمه سوريا، اليوم محتل من قبل نظام الملالي. هذا النظام الذي فعل وقام بكل إمكانياته لإبقاء نظام فاشي قاتل، هدفه الأول إبقاء هيمنة نظام الملالي في إيران وفي المنطقة كافة، في العراق، في اليمن، في سوريا. حرك نظام الملالي رجاله وأعوانه من حزب الله وأبو الفضل العباس والمالكي حتى يقوم بإبادة شعب كامل. اليوم نحن أدركنا في سوريا أن إسقاط نظام بشار الأسد لن يكون إلا من خلال إسقاط نظام الملالي في إيران. لهذا أتيناكم، لن يكون إلا من خلال إسقاط نظام الملالي في إيران، لهذا أتيناكم حتى نكون سوية في أرض معركة واحدة تنطلق من طهران وتنتهي في اليمن مروراً ببغداد ودمشق. نحن نضمن حقوق الإنسان في كل مكان باسم الديمقراطية، باسم الحب الذي رضعناه، باسم شعورنا الحقيقي بأن المقاومة في إيران جاءت لمصلحة شعب إيران، ولهذا حاربها نظام الملالي. أحبتي، لقد عاهدنا إخواننا في المقاومة أن نكون معاً. اليوم نحقق بعض الانتصارات الميدانية في الأرض السورية. حررنا إدلب، حررنا درعا، والطريق قادم لتحرير سوريا. فإن سقط النظام في سوريا لن نقف حتى نسقط النظام في إيران. الشعب يريد إسقاط نظام الملالي في إيران. الشعب السوري يريد إسقاط نظام الملالي في إيران، لأنه هو مصدر الإرهاب في كل مكان. عهداً أن نعمل معاً حتى ننتصر.